السلام عليكم، أنا سندس أسعد والدة الطفلة آلانا وآية. بشكر الأستاذ أواز على الكفالة، بارك الله فيه. اللي بدك بشكر روان على توصيل الأمانة. والوالدة جمال بشكرهم على تقديم فاعلة الخير، تقديم المساعدة، جزاهم الله كل خير، إن شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. وبشكر الأخت روان على توصيلها للأمانة، إنها جزاهم الله كل خير، بارك الله فيكم على مقدمة المساعدة $300، بارك الله فيهم، اجعلوا في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. ورحمة الله وبركاته، أنا رنين وليد الحساني، أم الطفلة مالحة محمود أبو مخامر. بشكر الكفيلة سحر على ما قدمت لنا من المبلغ 1480، وربي يجزيها الخير، بارك الله فيك. ووصلت لي الأخت روان أبو زايد. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أم الطفلة وتين أبو الخير دعاء وليد أبو موسى. نشكر الكفيل أشرف حامد لما قدمه للطفلة وتين، كمان نشكر الأخت روان أبو زايد لتوصيل الأمانة مبلغ 745 كفالة شهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا والدة الطفلة مريم الرنتيسي. أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ أحمد النجار على ما يقدمه لنا من كفالة عن طريق الأخت روان أبو زايد، بارك الله فيه، ونتمنى أن تستمر هذه الكفالة إلى الأمام بإذن الله وبارك الله فيه. شكرا عم أحمد. أنا أم للطفلتين اليتيمين زوجة الشهيد ميسر اسمي أبو سحلول، الطفلتين حالة أبو سحلول وجانا أبو سحلول، على تقديم هذه المساعدة المبلغ هذا، ويخلف عليكم ميزان حسناتك لوصولها من روان أبو زايد. بتمنى أنك تفقديهم يعني أيتام هذول، تفقديهم كل شهر، يعطيك الصحة وكل ميزان حسناتك وعلي مراتبك يا رب. شكرا لك، ألف شكر لك اللي لبيت طلبات، واحنا كنا في رفح نازحين ونقلنا هنا عشان ما فينا يعني الفتره هذه. ان شاء الله احنا نتواصل مع الاستاذ روان قبل ما يرجعوا لنا. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.